ورجعنا لكم متابعينا من بعد الفاصل في هذه الفقرة اللي راح نتكلم عليها في موضوع صراحة يعني دائما انه احنا نكرره في حياتنا الشخصية. دائما لما نبغى نسوي شيء نقول اوكي حنسوي هذا الشيء لكن من الاحد الجاي، وهذا عادة بيصير في الدايت. انا حبدأ دايت من السبت الجاي، يجي السبت ويجي الاحد ويجي الاثنين وما يصير ولا اي حاجة. وفي هذه الفقرة راح نتكلم على هذا الموضوع، راح نعرف كيف نتعامل معه. أكيد يا إسرار، وحنتكلم أكثر إنه الفكرة نفسها مو بفكرة إنه أنا متى حأبدأ أو قراري في البدء، ممكن يكون قراري في نفس الساعة اللي أنا فيها. هو الموضوع موضوع قناعات، كيف الواحد يكون مقتنع بهذا التغيير اللي بيسويه وكيف يكون عنده القناعة التامة عشان يوصل للشيء اللي يبغاه. هذا الموضوع كله حنتوسع فيه أكثر مع ضيفنا المستشار التطوير الشخصي أستاذ طراد باسمبول اللي منورنا دائما. يا هلا فيك يا طراد. أهلا وسهلا. يعني تتكلموا في موضوع رائع جدا وخاصة مجتمعنا، خاصة انا كمان. شوف، لا لانه الان يعني علاجك عندنا تراد ليتش بالضبط. فانا جاي اسالكم اليوم، ايش اكثر حاجه ألمتكم في شيء اجلتوه واكتشفتوا انكم راح عليكم؟ اعطيني الدايت. واحد اثنين. لا كذا سنة اشياء كثير. اكثر شيء ألمك؟ الرياضه. جميل. فاحنا مره ثانيه من اهم النقاط اللي بنسويها الان نعرف في حاجه اسمها متعه والم. اي شيء احنا بنعمله بنستمتع فيه، اي شيء يعني ما بنسويه هو عندنا مصحوب بألم. طيب هذا اللي أبغى أعرفه في بداية فقرتنا اليوم. جميل. إيش اللي يحركنا كبشر أو يحرك مشاعرنا كبشر؟ هل هو النجاح، هو الفشل، هل هو تطويرنا ذاتنا، هل هي قناعاتنا، ولا هي قربنا دائما من حكاية الاستسلام؟ جميل. مرة ثانية هي هذه الدوافع الأقوى. يعني مثلا اللي يدخن، خلينا نقول واحد يبغى يدخن، بيدخن وبيحاول يبطل. هو مستمتع انه في نيكوتين بيدخل، بيفرز مواد اندورفينز يسموها هرمونات السعادة. طيب ليش ما بيبطل؟ لأنه المتعة اللي من التدخين أكثر من الألم اللي جاي من التدخين. متى حيبطل؟ لما يجي الدكتور يقول له الصمامات اتقفلت، لازم عملية قلب مفتوح، لازم مدري مين، هنا صار الألم أكبر من المتعة. طيب ايش اللي ممكن نعمله عشان نبدأ نتحرك؟ عيشي الألم. أنت الآن بتقولي مثلا رياضة، عيشي ألم أنك وزنك الفترة اللي فاتت بدأ يزيد، بدأت الناس تلاحظ، بدأ يبان على الكاميرا مثلا، بدأت تعليقات الناس، بدأت أنا فين حأوصل بعد كم شهر إذا ما بدأت اليوم. عيشي الألم القادم، كمان 10 كيلو زيادة إيش حيصير في شكلي؟ أوكي هنا لا هذا ما أبغى أعيشه، هذا ما أبغى أعيشه. إيه هنا لا بس لازم فعلا الواحد يعيش نفسه الألم فعلا. إذا لم أفعل أوكي، ومتعة إذا فعلت. يعني الآن أنا لو بدأت فعلاً اليوم أتحرك رياضة، أيوه لو بدأت اليوم، والموضوع أسهل مما تتخيلي. إيش اللي مانعك؟ كان مانعني الكسل، بس مؤخراً يعني اشتركت في النادي وبدأت. هل بتنتظمي في النادي؟ يعني خلاص بلاش يا طراد. هذه هي ما هي في النادي، هي الأشياء اللي بتصير بعد النادي المصيبة. أيوه التعويض اللي بيصير. أيوه. شوف الفكرة الثانية هنا إنه لا تضغط على نفسك. إيش اللي بيحصل في جسمنا؟ إحنا عادة الجسم يدور الراحة. فإذا أنت ضغطتي على نفسك فترة طويلة، يعني ضغطتي على نفسك في أي شيء تبي تعمليه، إن كان في دايت وإن كان في رياضة إن كان في عمل، حتى لو عمل أنت تحبيه، بس ضغطتي على نفسك جسمك يدور الراحة. فإيش حيقول؟ طب خلاص يوم إيه ويوم لا، يومين لا ويوم إيه وثلاث أيام لا. وعشان كذا من أنجح المشاريع التجارية النوادي الرياضية في السعودية، 90% من المشتركين في بعض الإحصائيات يشتركوا بداية السنة لمدة شهر واحد وباقي السنة ما يجوا. وهذا حقيقي فعلا بالأرقام. فالفكرة فين؟ أبدأي بأقل مما يتعبك، أقل. يعني مثلا سباحة، أنا مشيت 7 أشواط، السابع تعبت، بكرة سوي 6 وتفضل على 6 هذه إلى ما تحس أنها صارت سهلة. العب على قاعدة بلس 1 في كل شيء بتعمليه. بس كلنا يتراد، يعني كل إنسان فينا يبغى يتغير. حلو. عنده هذا الدافع. جميل. لكن لما يجي ويبدأ الخطوة اللي هي للتغيير ممكن ما ينجح. يعني مثلا الناس كثير تقول لك أنا نفسي أكمل دراستي، بس خليني بلاش هذا الترم، أوقف هذا الترم، والترم الجاي من السنة الجديدة إن شاء الله حبدأ أنتظم. يجي الترم الجاي مثلا أتزوجت خلفت، تقول لك خلاص أقعد مع عيالي الترم اللي بعده، نفضل على هذا الحال ألين في النهاية ما تحقق الهدف. جميل. أنا من الآن في قاعدة، إذا لم تكن في جدول يومك فهي مجرد أحلام. لو ما حط، يعني أنا عندي هدف الآن، عندي مشروع أبغى أسوق له، مشروع عقاري في دولة أخرى. أوكي؟ الموضوع هذا بدأ يطول، وكان عندي مشروع عقاري آخر هنا في السعودية أبغى ما رديت على العميل، أمس شايف شركة تانية بدأت معاهم. هنا يجيك الألم. هل حتخلي
المشروع الثاني كمان يطير حيروح عليك، فايش ابدا اتحرك كيف الالم والمتعه مره ثانيه. وبعدين خلاص ما ينفع بس اتالم واتخيل وما اتخيل، اذا لم تكن في جدول يومك هي مجرد احلام. فمره ثانيه انت بتقولي متى الترم الجاي، طب الترم الجاي يعني ايش يحتاج لي؟ تبدأ تحط الاحتياجات اللي تبغيها عشان تدرسي. أبغى فلوس عشان أدفع حق الترم مثلا في البداية، من فين حبدأ أجمع شهريا كم حقطع من فلوسي عشان يجي وقت الترم الجاي يكون جاي. متى أبدأ أسأل التفاصيل الصغيرة؟ هذه المشكلة الكبيرة حقتنا، إنه عندنا هدف كبير اللي بنسويه، خلاص هذا الهدف اللي بنعمله. الإنجاز هو فن اتخاذ الخطوة الأولى. جميل جدا، صحيح. اللي بتلعب رياضة الله يكرمك بيقول لك ألبسي الفرد اليمين، يعني لا واعيا حتلبسي الفرد الشمال، قومي تحركي ببنطلونك بفستانك، قومي امشي تحركي. ابدأ الخطوة الأولى. ليش ما بناخذ الخطوة الأولى؟ لأنه احنا مكبرين الهدف وما احنا مقسمينه إلى مهام يومية. بس بمجرد ما تاخذ خطوة أولى حتبدأ كل الخطوات خلاص تسهل عليك. خلاص كله يسهل. انت زي فيل تدخليه في الاستوديو لازم تقطعيه، ما حتدخلي حيكسر لك الدنيا. فعشان توصلي لأي هدف كبير تبي تحققيه في حياتك قسميه إلى أهداف صغيرة. هذه النقطة جدا يجهلها ناس كثيرين. يعني أنا الآن عندي المهمة حقت مثلا التسويق العقاري، هذا عندي مشروع كبير، إيش حسوي الآن؟ حأبدأ أقسمه إلى مهام. فريق الإنتاج، الفريق القانوني، العقود. أنا جالس أقول أوكي حنرد لكم بعد 3 أسابيع. طب 3 أسابيع هذه إيش حتسوي فيها؟ بالضبط قسمي المهام إلين يوم 3 أسابيع حتخلص، إيش كل يوم لازم أعمل عشان أوصل لها. العذر الثاني للناس كثيرين في الإنجاز يقول لك إيش؟ ما عندي وقت. أسوأ يعني عذر ممكن أي واحد فينا يعيشه. وأنا كنت من الأشخاص اللي كنت دائما أقول ما عندي وقت لأي شيء، ودائما أعذاري ما عندي وقت ما عندي وقت. وفعلا في يوم من الأيام كنت عند دكتور وكنت أبدأ دايت، فقال لي دكتور خلاص ابدأ من بكرة. قلت له أنا جاية ماني أكلة عشان اليوم، صح. أنا من عندك شكرا. حبدأ أكل الأكل اللي حجيب لي إياه في الورقة، وصلى الله وسلم وبارك. أنا خلاص وصلت لهذه القناعة. فاليوم إحنا بنتكلم على موضوع التسويف. فلما نتكلم عن التسويف اللي هي بطئنا في اتخاذ القرارات، إيش اللي ينقصنا عشان ما يكون الموضوع تسويف فقط لا أكثر، يكون الموضوع عبارة عن قناعة؟ جميل، النقطة اللي تكلمت عنها جدا مهمة. هي الآن مثلا في الدايت لازم أعرف المعلومات المرتبطة بالشيء اللي أبغى أعمله. سكر يعني دهون، اي اكل اكله الجسم بيبذل جهد وبيحرق سعرات حراريه عشان يطلع لي منه السكر. انا لما اشرب مشروبات غازيه كلها سكر جاهز يدخل يتحول دهون يتخزن على طول. فكل اللي بيقولوا عندهم دهون وجالسين ياكلوا حلويات وبيشربوا مشروبات غازيه، انت جالس بتشوه نفسك بنفسك، فهذا قرارك. النقطه الثانيه في موضوع الوقت، هذه اللي قلتي اتس ذا باور اوف ناو يسموها. طيب عندنا في التفكير، التفكير هو عباره عن اسئله، ليش سويت في نفسي كذا، ليش عملت، ليش، هذه أسئلة الماضي يسموها الأسباب. أوكي، بعدين الأسئلة، طب أنت إيش فين بتروح؟ أديني أسئلة النتائج. أبغى يصير جسمي كذا، أبغى أحقق كذا، أبغى أخلص العقد الفلاني، أبغى أنجز الإنجاز الفلاني، هذه أسئلة النتائج فين حأوصل. طب إذا أخذنا 5% من وقتنا في الأسباب عرفناها خلاص شكرا، 5% في النتائج اللي بنوصلها وعرفناها، قدامنا أحلام وردية. قوة الآن، قوة الآن هذه يسموها 90% اللي تحتاجيها، the power of now. يعني تخيل نفسك في سيارة، الأسباب الكفر الخلفي، تخنتي وما لعبتي رياضة وما سويتي دايت، خلاص هذا منظرك وراء ماضي. أنت انظر لماضيك كمعلم، هذه الحكمة أنا من عجبتني من أجمل الكتب أنت حاليا قاعد تتكلم عنها، the power of now. فالفكرة أنه خلاص عندك مراية قد كذا حاطين لك إياها في السيارة عشان بس تشوفي من وراء فين الحفرة اللي طحتي فيها عشان ما عاد أرجع لها ثاني. قدامك الآن هدف كبير تبغى توصلي له، الحلم اللي تبي تحلمي فيه، خلاص عرفت هو فين، أنا رايحة في طريق. الآن كل جهدي اني كيف اركز وكيف اسوق عشان اوصل. اسال مين؟ عشان بتقولي الخطوه الاولى بتكون خطا. ليش الناس بتستخدم جوجل ماب؟ لما تروحي مكان تبي توصلي العزيمه ايش تقولي لهم؟ ارسلوا لي لوكيشن. ليش؟ عشان في جوجل عارفه المكان فين يديك اياه بالطريق بالخطوات. يعني انت لازم تسالي اللي سبقك عشان تتعلمي منه ايش الخطوات اللي توصلي له فيها. فانت الان في السياره خلاص طلي قدامك شباك قديش كبره، تعرفي طريقك اللي انت تبي تمشي فيه وكل خطوه حتمشي. انا عرفت الطريق وانا حابه اوصل لهذا الهدف، طب ايش المحفزات يا تراد اللي ممكن احطها لنفسي عشان ما اجي واوقف في نص هذا الطريق وما الحق اني انا اكمل عشان اوصل لهدفي؟ جميل، احنا نحط اول شيء الاهداف وقلنا نقسمها، واحط بعدها ايش العوائق اللي موقفتني. لما اقول مثلا ما في وقت، اوكي لعبه بسيطه اتحداك تسويها الان، ورقه وقلم قدامك، جيب ورقه وقلم واكتب لي من يوم ما صحيت الى ما ترجع تنام ايش بتسوي. حتلاقي اوقات كثيره، اذا ما كانت ساعات
رايحة على وسائل التواصل الاجتماعي، صح بالضبط، أو رايحة وأنت ما بتسوي فيها ولا شيء. خلينا نحسب ساعة واحدة منهم، بس ساعة، ساعة في اليوم، إحنا كم يوم عندنا في السنة؟ 365 يوم، يعني إذا أخذنا ساعة واحدة في اليوم في السنة نكون عملنا 365 ساعة. اقسميها على دوام رسمي، الدوامات الرسمية 8 ساعات، لسه في ساعة بريك ومشوار قبله، خلينا نتكلم على 8 ساعات. لو قسمنا 365 على 8 حيطلع لنا 45 يوم عمل. يعني إيش 45 يوم عمل؟ كم شهر؟ الناس تقول شهر ونص 45 يوم، لا، إحنا بنداوم بس من الأحد للخميس 5 أيام، يعني في الشهر بنداوم 22 يوم. مثلا خلينا متوسط الناس، أوكي، يعني نتكلم على 22 يوم عمل في الشهر. 45 يوم، احنا بنتكلم اذا اخذنا ساعة تساوي 45 يوم، يعني تساوي شهرين تفرغ. انت لو اديتي نفسك ساعة لشيء معين بتعمليه، كأنك اخذتي شهرين تفرغ بتداومي عند نفسك لمشروعك لفكرتك لناديك لأي حاجة لمدة شهرين، كأنك بتدي نفسك 8 ساعات دوام يوميا لمدة شهرين متواصلة. انت متخيلة الساعة واحدة ايش بتعمل؟ شوفي كم ساعة بتروح في يومك وشوف ايش ممكن يصير. فعندنا الآن نقطة مهمة نتعلمها، التركيز والتشتت. التشتت يعني هذا الجوال اللي كل شوية أحد يتصل، أحد يدخل، أحد يرسل لي رسالة. لما أشتغل على موضوع الجوال ده أسيبه بعيد، بعيد فعلا، حطيه في الشحن. ركز، ركزي على الشيء اللي بتعمليه وتكلمي مع نفسك. إحنا إيش بيحصل فينا؟ بنشتغل على حاجة بروبوزل، أقول أوف أبغى إيميل الشخص اللي أرسل لي عشان أرسله البروبوزل، بحطه في عرض السعر. أدخل على إيميلات ألاقي إيميل ثاني، ادخل على الايميل، لا تدخل على الايميل الثاني، لانه دخلت على الايميل الثاني حتشوف التشوش، احد كتب لك حاجه تبي تردي عليه. فتحت الصفحه لقيت نفسك فاتحه على تويتر، بعد دخلت تويتر زمن طويل حتلاقي انت ما عملت اي حاجه. ثلث ساعه تقريبا تحتاجي، اذا احد جاكي اي مشتت تحتاجي ثلث ساعه عشان ترجعي. انا اكلم نفسي، صرت لما افتح صفحه ابغى ايميل المحضار، ايميل المحضار، ايميل المحضار، لين ما افتح اشوف اشياء. خلي معك ورقه وقلم جنبك. شفتي ايميل تبي تردي على الاداره، شفتي ايميل، شفتي رساله على تويتر، اكتب رساله تويتر، ايميل الاداره اكتبها جنبي. هذول يسموها برينت يور برين، عشان الافكار بتشوشنا، صح، فاكتبها عشان لا تشغلني واحطها قدام. في ناس يستخدموا البوستيت، انا صرت استخدم البوستيت الصغير، اكتب والصق في سبوره كذا على جنب كلها. بعدين لما اخلص الشغله اللي في يدي، وعلى فكره اللي كنت تفكر انه ياخذ 8 ساعات ممكن ياخذ منك ساعه او اقل، بس هو هي بس الدوشة، هي دوشتها، هي الدوشة جوة الراس. هذه نقطة مهمة، أشخاص كثير يقولوا عندي مليون شيء فعلا، يقول فكن هذه واحد من الأشياء اللي كنت يعني أعيش مع ناس كذا، يقول أنا عندي مليون شيء في راسي ماني قادر أسوي ولا شيء، أحس الموضوع حياخذ مني سنة. قلنا طيب يلا خلينا نكتب في ورقة وقلم. ممتاز. اكتشفنا في نهاية الموضوع ترى ما في ولا شيء، والأشياء اللي كانت في راس هذا الشخص أساسا ما هي مهمة، بس يعني على قولتهم سجنته داخل افكاره. فهذه واحده من الاشياء اللي الواحد ما يستوعبها، انه احنا اشخاص بنترك احلامنا وامانينا والاشياء اللي نبغى نسويها يعني على قولتهم يعني ما بدون هدف، ما نوجهها بالطريق الصحيحه. فكيف نقدر نوجه نفسنا بالطريق الصحيحه؟ 4 ديز، الاربعه الديات على قولهم اللي تبدا بحرف دي. اكتبي زي ما تفضلتي، ليش اكتب؟ عشان اشوفها قدام، تنزل من الدوشه حقت راسي. لانه عندي هذا وعندي فلان وعندي البرنامج وعندي الايميل وعندي مدري مين، عندي 1000 حاجه ابغى اسويها. اكتبي كل الاشياء وابداي قرري فيها 4 اشياء، اما دو افعليها الان تاخذي فيها خطوه. الخطوه الثانيه ديلي، اجليها، ولما تاجليها تحطيها في تاريخ معين. الخطوه الثالثه ديليجيت، يعني فوضي احد ثاني. وهذه نقطه حنتكلم عنها الان، نقطه التفويض. أنا ما أحب أشتغل على تقارير ولا أعمل ريبورتات، ما أحب وما أعرف وأكره موضوع الأرقام. يا أخي أعطي أحد ثاني حب الموضوع، في ناس تعشق الموضوع ده، جيب أحد إن شاء الله تعطي له فلوس فيها. الأخيرة ديليت، ألغي في أشياء زي ما قلتي ما هي مهمة. حجيك اتصالات طراد أبغاك ضروري، ضروري بالنسبة لك أنت، أنا لازم أتعلم كيف أقول لا. نقطة جدا مهمة، بدون ما تفسر لأي مخلوق. شكرا. انت كم مره سالتي واحده قلت لها ابغاك تخرجي معايا، وقالت لك والله مشغوله، ولا رايحه عند ماما، ولا عندي حاجه بشتغل عليها، ولا قالت لك اي شيء، هل زعلتي منها؟ طب ليش انا اللي اشيل؟ ايوه، ليش انا اللي ما اعرف اقول لا؟ أي. في كتاب موجود في المكتبات، كيف تقول لا دون ان تشعر بالذنب. لازم اتعلم اقول لا، لانه انا عندي اولويات حطيتها في جدولي وجالس اشتغل عليها. انا تجيني اتصالات، انا ما ادري ايش، ابغى اكلمك، شكرا، انا ابغى اكلمني، انا ابغاني فعلا. فلما احط المهام حقتي
إما أفعلها أو أأجلها وأحط لها تاريخ أو أفوضها أو ألغيها. زي ما قلتي في أشياء غير مهمة جالسة، بس أحيانا يطراد الاعتقاد أنه إحنا هذا أكثر شيء. يعني مثلا أنا أقول لنفسي هذا أكثر شيء أنت ممكن تسويه، يعني أنا بفرض مثل فهذا الاعتقاد يخليني أوقف عند هذه النقطة وبالتالي ما أكمل الشيء اللي المفروض أن أنا أوصل له. أعطيني سبب، قولي لي سبب أنه هذا أكثر شيء تسوي. سؤال، في ناس تفكر كذا تقول لك هذه قدرتي. طب جميل، في حياتك في قاعدة تقول لكل إنسان من ماضيه ما يعزز ثقته بنفسه. شوفي في ماضيك أشياء لما جيتي تسويها ما كنت متخيلة. سؤالي هنا عليكي أنت في روتانا، هل كنت متخيلة أنك تنجحي ده النجاح أنتوا الاثنين مع بعض؟ هل كنت متخيلة أنك بتكوني بهذه الطلاقة؟ يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هل كنت متخيلة أنه في واحدة ثانية حتجي تقدم معاك البرنامج؟ وأنا عارفك يعني يمكن حتى قبل البرنامج ما شاء الله أنه كيف ممكن تكون، هل في يكون كيمستري بينك وبينها؟ في أشياء كثير نعتقد أن احنا مو ممكن نسويها لكن في يوم من الأيام سويناها. بالضبط، فقاعدة اسمها لكل إنسان من ماضيه ما يعزز ثقته بنفسه. تذكري في ماضيك أشياء وقولي زي ما سويت هذه الأشياء ممكن أسوي أشياء ثانية. وأرجع القاعدة أخرى تقول أي إنجاز حققه أي إنسان يستطيع أي إنسان آخر تحقيقه إذا توفرت الإمكانيات. أنت عندك أشياء رائعة قدامك، أنت الآن إعلامية عندك تليفون ممكن ترفع سماعة على أشخاص كثيرين يساعدوك في الأشياء الثانية. فيعني لا تقلل من قيمة نفسك، هذه أسوأ حاجة ممكن الواحد يسويها. ولا ومن الأشياء كمان اللي بيقولوها يا طراد إن الواحد لما يعني يكون الشخص اللي تبني حياتك وطموحاتك وواقعك بنفسك عشان لا تسخر طاقاتك هذه وتعبك ذا الواحد وتبني طموحه وأحلامه. بالضبط، فهذه واحدة من أهم الأشياء اللي الواحد ممكن يحطها في عين الاعتبار ويبدأ يشتغل نفسه ويكون عنده قوة. الآن طبعا طراد باسمبل انتهت فقرتنا. في كلمة أخيرة ممكن أقولها، استعينوا على قضاء حاجاتكم بالكتمان، لأنه اللي بيتكلموا الناس بتبارك لهم وكذا فيجي في عقلهم إنه كذا أنت أنجزت لا تسوي شيء خلاص. فعلاً. فخليك ساكت إلى ما يتم الموضوع. هذا صح. طراد باسمبل سعيدين دائماً بوجودك معنا. الله يكرمك. ومشاركتنا يا هدفي. مشاهدينا خلونا نطلع لفاصل قصير ومستكملين من بعده أكيد فقراتنا لهذا اليوم، فخليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل. صاحبات مشروع سيلفر وينجز للعبايات في ضيافة سيدتي.